قصف البولت البارح قصفونه انقطعت كبار الكهرباء الحز لا مية هطفال كلياتها خافت هصغيرين كلياتها خافت مشان ايش يعني معناته مستقصد المدنية معناته مستقصد المدنية قصف جاي علينا وبالقرية والولادنا كله خافوا والقذائف صار حوالينا بقذيفة ما انفجر والقطع علينا الكهرباء والولاد يخافون من بيت يطلعون برا وبرا قذائف يجونا هالقصف على المدنيين ومشان ايش؟